سل إماما عاش في العلم دهورا. من كلام العلماء الشيخ الدكتور نادر العمراني رحمه الله: الصبر سبيل المفلحين وطريق الناجحين. ويكفي للدلالة على هذا قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل ابن آدم خاسر لا محالة ما لم يكن مؤمنا عاملا يدعو إلى الخير صابرا على ما أمره الله به. من كلام العلماء: اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور.